اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي عراقي. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تتواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اعزائي المشاهدين، المرور وهذه الفتره اللي حضر التجوال ومعاناه المرور مع ارتفاع درجات الحراره وشلون تعاون المواطنين مع رجال المرور خاصه بهذه الفتره والجهد الاستثنائي لرجال المرور. حتى نتكلم اكثر في هذه المواضيع معنا بالاستوديو ضابط العلاقات والاعلام في مديريه المرور العامه الرائد حيدر محمد. حياك الله استاذ. حياك الله، مساء الخير عليك دكتور مصطفى وعلى كل المشاهدين ومتابعين قناتكم على اليوتيوب سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا سياده الرائد. بالبدايه انتم هاي الفتره جهودكم استثنائي، هم حضر تجوال وهم يعني فيروس كوفيد 19. بالبدايه اسالك شلون تعاون المواطنين وياكم؟ حقيقه دكتور مصطفى احنا ما نقدر نعمم ولا نقول اكو نسبه من المواطنين متعاون مع اجهزه المرور، لكن اكو نسبه غير متعاونه مع رجال المرور. يعني نعرف احنا واجبنا وتنظيم حركه سير المرور رصد المخالفات، اضافه الى الواجب الاخر هو اللي في جماعات التسجيل. لكن حقيقه اكو بعض المواطنين حقيقه يقدرون هذا العمل متعاون. احنا قدر التعاون ويا المواطن هو ان يلتزم بقواعد المرور، يبتعد عن المخالفات، احنا هذا التعاون اللي نريده. اما بقيه الامور الاخرى بعض المواطنين يعني حقيقه هم بهذه المخالفات جاي يرتكبوها، جاي يحققون يعني اولا عدم الانسياب في حركه سير المرور، جاي يصير عندنا كثافات مروريه، جاي يسببون حوادث مروريه كثيره. فاحنا نتمنى من اخواننا ساقي المركبات التعاون مع رجال المرور سواء بالالتزام بالاشاره الضوئيه، التزام باشاره رجل المرور، عدم الوقوف سايد ثاني او سايد ثالث، هاي يسمى عرقل في حركه سير المرور. اي هذا الالتزام اللي نريده من اخواننا رجال المواطنين. زين، اليوم اكو حظر تجوال يعني والناس تسال، اكو احصائيه نزلت قبل كم يوم حول الحوادث بالعراق، يعني نعم. يعني شاهدنا نسبة ارتفاع بالحوادث يعني ما تتناسب ويا حظر التجوال الموجود. يعني حقيقة احنا الحوادث هي مشكلة جاي نعاني منها على الرغم من التحذيرات، على الرغم من التوعية اللي جاي نقوم بها، لكن هي مشكلة. احنا اخواننا سائقي المركبات كل مخالفة مرورية عند ارتكابها يسبب لك حادث مروري. صح. والحادث المروري يعني لحظات يصير عندك حادث مروري، يعني مثلا انت تسوق المركبة وجاك اتصال، إذا رديت على الاتصال عدم الانتباه ثواني سبب لك حادث مروري. صح. فكل مخالفه مروريه هي جاي تسبب لنا حوادث، حوادث كثيره موجوده عندنا في الشارع سواء حوادث دهس. صح. حوادث تصادم مركبات، حوادث انقلاب. يعني مرات حظر تجوال تام وتشوف الشارع انه ما بي ولا مركبه ويصير عندك حادث انقلاب نتيجه السرعه الزائده ساق المركبه. فهذه هي المشاكل اللي نعاني منها. يعني احنا صحتنا كل اخواننا سائقين المركبات انه دائما من اجل التقاطع اوصل للتقاطع اخفف السرعه مهما حتى اذا كانت اشاره رجل المرور لي او اشاره ضوئيه لي، اخفف السرعه لان هاي مفاجات الطريق، قد تكون اي مفاجاه من مفاجات الطريق تسبب لك حادث مروري. صح. تسبب لك حادث اصابه، حادث اصابه لك او الاشخاص المستخدمين الطريق. فاتمنى التعاون، ابتعاد عن المخالفات المروريه، ابتعاد عن السرعه الزائده، ابتعاد عن استخدام الهاتف النقال. اكو عقوبات يعني اكو للي يستخدم الهاتف اكيد، اذا شفتوا شخص يتجاوز بجانب يعني جانب اليسار الركن في، يعني احنا نسمع انه اكو مخالفات ولا والناس تشكي مرات انه المخالفات تتضاعف وتتزايد، يعني في ظل اكو عقوبات واكو هذه، ليش دا تستمر هذه الحالات برايك؟ طبعا دكتور قانون رقم 8 سنه 2019، قانون المرور رقم 8 سنه 2019 يعني ارتفعت نسبه الغرامات في القانون. صح. المفروض هو تحد من هذه المخالفات. يعني في وقتها انه ارتفاع الغرامات حتى تحد من المخالفات. حقيقة يعني في قانون المرور عندنا غرامات 200 ألف هاي سواء الدرجة الأولى المخالفات الخطرة. صح. غرامات عندنا 100 ألف دينار عراقي مخالفات من الدرجة الثانية، وأيضا غرامات 50 ألف دينار عراقي. فمثلا مخالفة السير عكس الاتجاه هاي مخالفة خطرة جدا طبعا، تسبب حوادث مميتة وخطيرة. صح. مخالفة هاي من مخالفات الدرجة الأولى اللي إذا تغرم عليها مفارزنا. أيضا مخالفة الهاتف النقال واللي تكلمنا عليها أنه عدم الانتباه لثواني سبب لك حادث مروري. صح. موجودة، والكثير من الأخوة المواطنين يعني دائما يناجدون أن الغرامات مرتفعة في مديرية المرور العامة، لكن نعرف أنه هذا القانون قانون المرور أقر، قانون رقم 8 سنة 2019 أقر، و يعني كمديرية مرور عامة احنا طبقناه صار اكثر من سنة، لكن بعد نفس المخالفات الموجودة على الرغم من انه ارتفاع الغرامات على المواطن. يعني واللي احنا نعم في فترة سابقة تكلم السيد مدير المرور العام انه قال انه يعني الغرامات مرتفعة جدا، يعني جاي تثقل كاهل المواطن، لكن اتمنى المواطن انه عنده سبيل واحد حتى يخلص من هاي الغرامات، يلتزم. انه يلتزم. ما اعتقد اليوم واحد ملتزم
يعني ملتزم مستخدم الهاتف النقال او ما عنده زجاج مظلل او ما عنده مخالفات اخرى يجي له غرامه عليه. قد تحدث 1% 1% قد تحدث يعني مخالفات اخرى، لكن ما اعتقد ان المواطن اليوم ملتزم وتجي عليه مخالفه. زين احنا يعني اكو عندنا يعني ثقل واضح على رجل المرور، واحنا بقد ما يعني مرات نقول يعني هذا واجبهم وهذا عملهم، ولكنه لما نشوف يعني رجل المرور اليوم هو اللي ينظم السير، عندنا مشكله بالاشارات الضوئيه في معظم العراق طبعا. اثنين، نفتقد للرادارات، ممكن رادارات السرعه حتى الداخليه والخارجيه. صحيح. ثلاثه، احيانا نشوف اعتداء سافر ومرفوض جملة وتفصيلا على رجال المرور. دكتور، اول موضوع نتكلم به ان بعض المواطنين يعني، وعلى الرغم احنا ما نوهنا في اكثر من قناة، اكثر من اذاعة، في مواقع التواصل الاجتماعي، انه تأثيث الطريق هو مو على مديرية الامور العامة. احنا فقط مسؤولين عن تنظيم حركة السير. تمام. البعض يعني تعرف انت عندنا في مديرية الامور العامة تجبى الاموال تذهب الى خزينة الدولة فيما يخص مثلا الطرق والجسور، الكل يعرف. فالمواطن يشتكي على مديرية الأمور العامة، يناشد مديرية الأمور العامة، يعاتب مديرية الأمور العامة انه مثلا احنا جايين نعطيكم احنا طرق وجسور، نعطيكم مبالغ. صح. تذهب وين الطرق المعمر؟ احنا نحب ننوه انه تأثيث الطريق مو على مديرية الأمور العامة، حتى الاشارات الضوئيه مو على مديرية الأمور العامة، احنا فقط احنا واجبنا تنظيم حركه السير المرور. فذلك يعني المواطن، هذا موضوع مهم، الاموال اللي تاخذ هذه اللي يدفعها المواطن. نعم. للجسور وللطرق هذه ما تذهب الى من، وين تروح؟ هاي تذهب الى خزينه الدوله، وهي تقسم الى الجهات المعنيه سواء دار الطرق والجسور، امانه بغداد يعني حسب المحافظات ايضا، لاعمار الطرق وما شابه. فاحنا كمديرية زين عامة زين، ما تقدرون ترفعون توصيات يعني مثلا انا قبل فتره شفتكم حمله شديده عليكم خاصه على طريق أربيل والدياله، صلاح الدين بغداد. إيه؟ نعم، هو احنا كمديرية الأمور العامة احنا واجبنا تنسيق، احنا ننسق مع الدوائر الكافة، دوائر مثلا دوائر أمانة بغداد، نقدم لهم التسهيلات. مو فقط التنسيق، يعني احنا دائما اكو حملات تواصل معهم في هذا الموضوع. فالمواطن يجون يستنجد، المواطن يشوف رجل المرور امامه. صح، لانه بالشارع موجود دائما رجل المرور امامه. ايضا في مجمعات التسجيل هو جاي يدفع الاموال في مجمعات التسجيل في مديريه الامور العامه، فهو دائما انه عتب على مديريه الامور العامه. لكن احنا نوضح انه موضوع مهم جدا، انه هاي الاموال تذهب الى خزينه الدوله، توزع على الدوائر الخدميه حتى تكمل يعني اكمال المجسرات، سواء الانفاق، سواء الشوارع المتهالكه. فهنا احنا نحب نوضح هاي النقطة. ايضا الموضوع اخر تناولته دكتور، ما اعرف الاعتداء اللي صار على رجال المرور، اريد اعرف العقوبات الموجودة. مرات المواطن يعني نشوف الاعتداء وكأنما يطلع ضغط البيت وضغط الحياة بهذا الرجل اللي هو موجود صار له 12 ساعة بالشارع. حقيقة هو يعني المواطن رجل المرور اكيد ابن عمه وصديقه واخوه، واحنا واجبنا احنا خدمة المواطن. تمام. احنا واجبنا بالشارع، احنا واجبنا احنا موظفين لدى الدولة في خدمة المواطن، واجبنا تنظيم حركة السير المرور. تمام. الاعتداء اللي يصير يعني حقيقة في قانون المرور رقم 86/2019 يعني العقوبات قاسية على اللي يعتدى على رجل المرور، من 3 سنين وغرامات مالية تصل إلى 3 سنوات وأكثر. وغرامات مالية احنا ما نحب نوصل إلى هذه الأمور طبعا. أتمنى يكون تعاون. نعم، قد يكون المواطن يعني من الازدحام تصير عنده حالة عصبية فيشوف رجل المرور تصير حالات كثيرة، لكن احنا دائما كافة اخواننا رجال المرور وتوصيات من السيد معالي وزير الداخليه والسيد وكيل وزاره شؤون الشرطه والسيد مدير الامور العام والساده المسؤولين في مديريه الامور العامه، انه دائما يحتوي المواطن، يحتوي الازمه اللي تصير، نتعاون. لكن اذا صار اعتداء فهناك اجراءات قانونيه تتخذ، واتخذت في الكثير من المعتدين على رجال المرور. تمام. زين اخيرا، اكو ورش تصير لرجال المرور، يعني مو المراتب والضباط وانما رجل المرور الموجود بالشارع عاده، يعني بمجال التعاون مع المواطنين. انا اعرف هو بشر، هو بشر وباقي 10 ساعات بالشارع. صحيح. ودرجة حرارة وضغط، وممكن يعني هو ملتزم طول اليوم، شوية يتلك يفوت قائد عمليات أو يفوت رجل مرور برتبة يعاقبه مثلا. ممكن أكو هيك ورش يعني بحيث يصرخ يقول لهم يا بيج تعاملوا الناس، هيك تعاملوا الناس. الحقيقة في معهد تدريب المروري، معهد خاص في مديرية الأمور العامة، هناك دورات تدريبية لكل رجال المرور سواء العاملين في تنظيم حركة السير المرور أو في مجمعات التسجيل. فهاي الدورات على مدار السنة دورات تدريبية لكل رجال المرور. أيضا بالإضافة إلى ذلك على طول يعني حقيقة السادة مدراء الرصافة والكرخ ومدراء المحافظات وأيضا السيد مدير المرور العام اجتماعات مع رجال المرور، حثهم على دائما تقديم الخدمة الأفضل للمواطن، احتواء يعني احتواء العمل، ظروف العمل مرات تصير يعني دائما تصير. صح. فهناك كانوا دورات تدريبيه ورش عمل موجوده دائما في مديريه الامور العامه.
ايضا تثقيف وقت اكو المرور. تقييم لرجال المرور بالشارع أكيد. يعني الشكاوى اللي تجي متابعه مراقبه اكيد اكيد اكيد. احنا كمديريه المرور العامه قسم العلاقات واعلام عندنا اولا هاتف شكاوى مديريه المرور العامه خاص مديريه المرور العامه، ثانيا عندنا مقابلات السيد مدير المرور العام مع المواطنين كل يوم اربعاء هاي مستمره على مدار الاسبوع كل اسبوع كل يوم اربعاء مقابلات المواطنين مع مدير المرور العام. ايضا عندنا في قسم العلاقات والاعلام اي مواطن عنده مثلا شكوى مستعجله يتوجه الى قسم العلاقات والاعلام يسجل الشكوى مالته حتى احنا نعرفها ونتخذ بها اجراءات يعني اكيد يعني جهودكم مذكوره ومشكوره. وانا جدا سعيد بحضورك رائد حيدر محمد، نورتني اليوم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، يعني احنا دائما نشوف دول العالم سابقين ببعض البنى التحتيه، واليوم اكو عبء كبير على رجال المرور نتحمل احنا، يعني لازم نتحملهم طول اليوم. يعني وشفت قبل كم يوم وجبه افطار توزع لرجال المرور من قبل بعض المواطنين، واكيد هذا يعني كثير لرجل المرور بالشارع، يحس انه الناس يعني بدوا يهتمون بهذا الرجل وبدوره الكبير في تنظيم حركه السير. اعزائي المشاهدين، وصلت وياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمه. في مالك.